فضيلة الشيخ وفقكم الله، أبيح للمحدة بعد الاغتسال أن تضع القسط والأظفار، يقول هل لها أن تستعمل أيضا ما له رائحة طيبة من المعطرات الحديثة لهذا السبب؟ تستعمل ما ورد في الدليل، ما ورد في الدليل. القسط وهو نوع من عود القسط، لأن العود عود الهندي على قسمين، عود القسط وعود الألوة، الألوة البخور هذا. وأما عود القسط هذا يتعالج به ورائحته طيبة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.